إصابة لمدة 9 أيام ما تمش التعامل معها. هذا الطفل في غزة يئن بصمت بعد أن فقد النطق والحركة بيديه جراء التأخر في علاجه، مع التدفق الهائل للمصابين على مدار الساعة ونقص المعدات والكوادر الطبية. حاله كحال مئات الجرحى على الأرض وفي الممرات، العديد منهم كان لديه فرصة للشفاء، إلا أن انهيار النظام الصحي في غزة تسبب بمفارقة العديد منهم للحياة. There are so many patients. Treatment being provided on the floor. Children, adults, women. Women are delivering in here in this one crowded room with the floor covered in blood. I've never seen anything like this. وزارة الصحة في القطاع قالت إن مئات الجرحى يموتون بسبب خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة وعدم توفر الخدمات الصحية اللازمة، إضافة لتجاوز الأعداد الهائلة للضحايا قدرة الكوادر الطبية على إسعافهم سريعاً، وهو ما تسبب ببتر أطراف العشرات ممن كان باستطاعتهم الشفاء في حال علاجهم مبكراً.